بحال التويت مثلا، هو اكبر مثال على ان دوك الناس اللي ما كيقولوا والو في الليريكس ديالهم، واللي غادي يخربقوا، واللي تيبداو يقولوا لك على ان حنا تنديروا الموسيقى والراب غير ترفيه غير انترتينمنت، وما تنمارسوش السياسه، وماشي ضروري نكتبوا مزيان في الراب لان داك الشيء متجاوز. هاد الهضره كامله تخربيق. علاش؟ لانهم هما كيديروا واحد التخربيق اللي كيصدق لهم بطريقه او باخرى، كيشدوا واحد اللعيبات ناجحين في بلدان اخرين كيعاودوهم بالدارجه ولا كيخربقوهم بشي لغات اخرين ما مفهومينش، وكيعاودوهم وكتصدق وكيكبروا لي بلاتفورم ديالهم، وكيدوو على السياسه حيت ما كيقدروش يدوو عليها في الديسك ديالهم حيت ما غيعرفوش، ما عندهمش القدره ديال الكتابه، ولا بغاو يكتبوا كينقلوا من بلايص اخرين. تيديروا بحال هادشي وتيكون عنده بلاتفورم كبيره، وتيمرروا واحد لي بروباغندا، واحد لي زاجوندا ديال الناس اخرين اللي هما ما فاهمينش انهم راه تيخدموها. بحال مثلا التويت هذا هو في جانب ديال الوزاره ضد الاساتذه، الوضعيه ديالهم غدا كتقوى.